الله يعطيكم العافية الجميع. اليوم إن شاء الله راح نكمل موضوعنا بالكي مابس. أخذنا في المحاضرة الأولى والثانية أنواع الكي مابس، وتعرفنا على 2 variables map و 3 variables map و 4 variables map. بعدين تعرفنا إنه كيف نعبي الكي ماب حسب المعطى، وأخذنا exercises بمختلف المعطيات. مرة يكون معطيني بشكل مباشر، يعطيني مثلا المينترز او الماكسترز مباشرة تعبي منها الكيمات. مرة يكون معطيني لوجيك دياجرام وترسم اللوجيك دياجرام وتطلع منه البوليان فانكشن وتعبي منه. ومرة اخذنا البوليان فانكشن يكون مختصر بشكل بسيط ونعبي منه الكيمات، سواء نعبي الزيروز او نعبي الوانز حسب الصيغة المعطى. واذا كانت الصيغة لا هي سم اوف برودكت ولا هي برودكت اوف سم، كنا نحولها الى الصيغه الاقرب من الصيغه المعطى لسم اوف سم عشان نقدر نطلع الوانز والزيروز ونقدر نعبي الكيمات. اليوم راح نكمل بالكيمات بحيث راح نصير نعرف كيف ناخذ الجروب ونختصر. خلص راح نكمل اللي هي المرحله النهائيه. الان اذا كانت السيركت اللي بدي اختصرها عباره عن 2 انبوتس، بعرف اني راح استخدم 2 variables map، اذا 3 inputs 3 variables map، اذا 4 inputs 4 variables map. القاعده شو بتحكي؟ القاعده لازم انا اشمل السكويرز اللي بدي اخذهم، سواء اذا بدي اختصرها على صيغه السم اوف برودكت، وبالتالي انا راح اركز على السكويرز اللي فيها output ones، واذا بدي اختصرها على صيغه البرودكت اوف سم بدي اركز على السكويرز اللي فيها زيروز. هاي السكويرز اللي بدي اركز عليها سواء كانت فيها وانز او زيروز لازم اشملها بالجروبز. ما بصير اذا بدي اخذ الوانز اترك سكوير في 1 بدون ما يكون ضمن جروب معين. كل جروب هو عباره عن تير، وبالتالي من مصلحتي اني اشمل كل الجروبز بمينيمم نمبر اوف جروبس. ليش؟ يعني شو يعني مينيمم نمبر اوف جروبس؟ مينيمم نمبر اوف جروبس يعني مينيمم نمبر اوف تيرمز، وبالتالي كل ما قل عدد التيرمز كل ما يزاد عندك الاختصار. هاي واحد. القاعده الثانيه انه في كل جروب لازم يكون في عندي ماكسيمم نمبر اوف وات اوف سكويرز. ماكسيمم نمبر اوف سكويرز شو يعني ماكسيمم نمبر اوف سكويرز في الجروب الواحد؟ معناته انت بتختصر اكبر عدد ممكن من ايش؟ من الليترز. يعني لما يكون في عندي انا مين افضل هذا الجروب، يكون في 2 سكويرز ولا يكون في 4 سكويرز؟ 4 سكويرز. ليش؟ لانه 4 سكويرز يعني 2 اس 2، يعني انت راح تختصر 2 ليترز ويبقى الباقي، سواء كانوا 3 بضل 1، كانوا 4 بضل 2. اما لما يكون في عندي الجروب في 2 سكويرز يعني 2 اس 1، وبالتالي معناه ايش؟ راح يحذف 1 بضل 2 اذا عددهم 3، وبضل 3 اذا عددهم 4. وبالتالي اذا نعيد القاعده، لازم يكون كل السكويرز مينيمم نمبر، اسف، مينيمم نمبر اوف جروبس، وكل جروب يحتوي على ماكسيمم نمبر اوف سكويرز بحيث اقلل عدد الليترالز في كل تير. تمام؟ اعمل فوز. الان خلينا ناخذ مثال بسيط في الموضوع. لو اجينا حكينا هون اكزامبل سمبليفاي ذا فولوينج سيركت باي يوزينج، سواء كتب map method أو كتب k-map نفس المعنى، سواء كتب map method أو كتب k-map نفس المعنى، بحيث اللي أعطاني إياه أعطاني إياه بشكل مباشر. F لا A و B و C equal sigma the summation، كان معطيني 0 2 4 5 6 بهذا الشكل. بدي اختصرها. طبعا هذا ابسط الاشكال المعطيه وين؟ بالاسئله، لانه مباشره هو قاعد بحكي لك هاي الانبوتس تعطيني وانز،
مش معطيك لا لوجيك دايجرام ولا معطيني ايش بوليان فانكشن بدي اعبي منها. هو مباشره بحكي لي عبي بالانبوت 0 1 بالانبوت 2 1 بالانبوت 4 1 بالانبوت 5 1 بالانبوت 6 1. خلينا نشوف اي الحل. عندي 3 inputs اذا راح استخدم 3 variables map. عندي هون ال A هون ال B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. مباشرة هعبي الماب حسب المعطى عندي وين بالسؤال. هون الزيرو الاوتبوت منه 1 لانه معطيني summation سيجما 2 1 4 1 5 1 و 6 1 والباقي زيروز. الان في السؤال ما حكى لي simplify in sum of product او in product of sum، وبالتالي لك الخيار يا بتاخذ الزيروز يا بتاخذ الوانز. اوكي، لأنه ممكن يجي يحكي لي simplify the following circuit in sum of product for أو simplify the following circuit in product of sum بغض النظر عن المعطى. هون خلينا ناخذ ال ones. كم square في 1؟ 5 squares صح؟ كيف بقدر أشمل هال 5 squares بأقل عدد ممكن من الجروبس بحيث إنه عدد ال squares جوا الجروب يجب أن يساوي 2 أوس أن. يعني ما بصير أخذ 5 جروب أو 5 سكويرز آسف بجروب واحد، ما بصير أخذ 6 سكويرز لأنه 6 لا تساوي 2 أوس كذا، تمام؟ وبالتالي عدد السكويرز يا 2 يا 1 عفوا يا 1 يا 2 يا 4 يا 8 يا 16 إلى آخره. أوكي؟ إذا بقدر أخذ 4 بيصير حلي خطأ إذا أخذت 2 لأنه هيك ما رح أوصل للسيمبليفايد فانكشن أو للسيمبليفايد سيركت. طيب وحكينا إنه الكيمات هي كروية الشكل بحيث هي متصلة من جميع الجهات، وحكينا مسبقا إنه لازم الجروب تكون لأدجيسنت سكويرز. شو قصدي بأدجيسنت سكويرز؟ يعني سكويرز متلاصقة إما افقيا او عموديا. طيب ما دام هاي كروية الشكل، اذا هدول التو سكويرز منتصقات هدول التو سكويرز عددهم كم؟ اربعه. اذا انا بقدر اخذهم مع بعض بهذا الشكل، وبالتالي عندي كم سكوير في هذا الجروب؟ اربعه سكويرز في جروب واحد. الاربعه سكويرز تساوي 2 اس 2. دائما الاس هو عدد الليترالز المحذوفه، وبالتالي اكيد من هذا الجروب راح نحذف 2 ونخلي كم؟ فقط 1 لترال، تمام؟ ضل عندي سكويرز برا الجروب، ما بصير اخليه برا. اخذه مع اللي بجنبه. اوكي؟ اسف. انا اسف. اذا سمحت. فهذا السكوير ما بصير يكون برا الجروب. تمام؟ طيب شو حله؟ اخذه لحاله؟ مع اللي بجنبه. بقدر اخذه مع اللي جنبه. هسا بصير اخذ سكوير برا مع سكوير جوا جروب؟ نعم بصير، لكن اللي ما بصير انه يكون هذا السكويرز في جروب وهذا السكويرز في جروب والاثنين في جروب، هيك انت زدت التيرم على الفاضي، بصير حلها غلط. اوكي، وبالتالي حل هذا السكويرز اني اخذه مع مين؟ مع اللي جنبي. طيب تو سكويرز، اذا صار في عندي تو جروب، تو جروب يعني تو تيرمز. ما طلع كم تيرم؟ 1 2 3 4 5 تيرم، وكل تيرم بيحتوي على 3 لترالز، تمام؟ احنا هالخمسه لترال، الخمسه تيرمز راح يصير عندي كم؟ 2. وعدد اللترالز بدل ما هم 5 ب 3 15 لترال، راح يصيروا عندي 2 و 1 3 لترالز اونلي. خلينا نشوف كيف عمليه الاختصار بتتم. لما اجي على الجروب الاول بطلع على الانبوتس الـ A B C، مين اللي قيمته ثابتة بالأربعة سكويرز as inputs، وبالتالي بالأربعة سكويرز قيمة الـ A بتتغير قاعدة. ليش؟ لأنه بالـ 2 سكويرز هدول قيمة الـ A 0
وقيمة الـ A بالـ 2 squares 1، إذا الـ A تحذف مباشرة. واضح؟ لكن الـ BC خلينا نطلع بالـ 2 squares هدول قيمتهم 0 0، بهذا الـ 2 squares 1 0. مين الثابت؟ C. الـ C شو قيمته؟ 0. إذا باخذ له برايم لأن أنا قاعد بشتغل على الـ 1s. إذا هنا F يساوي C برايم أور. هيك اختصرنا احنا من الأربعة سكويرز اللي هم 12 لترال، بالليترال واحد هو سي برايم. تمام؟ ضل عندي الجروب الثاني، الجروب الثاني الـ A والـ B اللي هم حكينا 2 أس 1، يعني واحد فقط راح يحضر. الـ A ثابتة في القيمتين صح؟ والـ B كمان. تو إمبوتس اللي هم 0 0، عفوا اللي هي 1 0 0 1 0 1. فالـ A ثابتة 1 باثنين، وهون هون قيمة السكوير البي سي 0 0، وهون 0 1. فالسي قاعدة تتغير، فقط البي هو مين الثابت، هو الاي. اذا شو بنكتب هون؟ اي بي برايم. ليش الاي من غير البرايم؟ لانه قيمتها 1. هيك بنكون طلعنا سمبليفاي فانكشن مباشرة. واضح؟ بالتالي تطلع كيف العملية دي. عشان هيك في بداية الموضوع حكينا هي عبارة عن ايش؟ simple straightforward procedure. بوصفها انا عملية بسيطة مباشرة في عملية الاختصار. لو بدنا نشتغل على البولين الجبرة كان عبينا اللوح. اوكي؟ نعمل بوصف. هون لو حكالي for example simplify the following boolean function by using map method. F equal a prime c or a prime b or a b prime c or b c. هون المعطى عبارة عن boolean function، وحكاها اختصر لي اياه by using what map method. اكيد راح استخدم three variables map. تمام؟ لانه عندي فقط 3 inputs. إذا هنا solution zero 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 one 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 zero zero one one A B C. المعطى عندي sum of product four. sum of product form يعني كل term بطلع منه الـ output what؟ 1. عندي هنا 1 literal اللي ناقص فقط صح؟ يعني كم square بيمثل لي؟ 2 square. الـ A فيهم قيمتهم ايش؟ 0. لأنه sum of product. إذا أنا بتحدث عن الـ row الأول اللي هو فيه قيمة الـ A 0. الـ C 1. وين في 2 squares؟ بالرو الأول قيمة الـ C 1 اللي هم مين؟ قيمة الـ C 1 هو اللي هو 1 و3 صح؟ إذا هنا 1 1. A prime B بنفس الرو احنا قاعدين نحكي اللي هو قيمة الـ A ايش؟ 0. وقيمة الـ B ايش؟ 1 اللي هو مين؟ 3 و2. 3 already انا حاطط 1، اذا نحط 1 هون. a b prime c هون ما فيش ولا literal ناقص، اذا فقط 1 square بمثل لي هذا الترم اللي هو 1 0 1 اللي هو 5. وين الخمسة؟ مباشرة هون. تمام؟ اخر ترم اللي هو ال b c ايش؟ 1 1 1. ال b c 1 1. هاي ال b c 1 1، ال a ناقص 2 square. اذا بتحدث عن square هذا square صح ولا لا؟ اريد انا حاطط 1 هون، اذا بحط 1 هون. والباقي ايش؟ 0 0. تمام؟
خلينا نحله على الجهتين المرة. خلينا نحله sum of product و product of sum. نأخذ مرة ال ones ومرة نأخذ إيش؟ الزيرو. إذا بنحكي هون sum of product equal راح نأخذ مين؟ ال ones. كم جروب هدول راح نأخذهم؟ كم جروب بحتاج؟ اثنين فقط. تو جروبز الأربعة هدول مع بعض صح؟ وهذا مع مين؟ مع اللي بجنبه. مع اللي جنبه. إذا F يساوي أو sum of product يساوي هدول الأربعة 4 squares كم لتر راح يطلع منه؟ فقط 1 لتر لأنه 4 squares يعني 2 أس 2 وبالتالي 2 راح يحذف ويبقى 1. عفوا مين هو هذا اللتر؟ السي. السي نعم فقط السي هو الثابت في الأربعة squares كإنبوت. يعني عندي فعليا أنا أربعة inputs أربعة احتمالات فقط السي في الأربعة احتمالات قيمته 1 ثابتة. إذا هنا السي all هذول 2 squares A برايم والB. A ثابتة لأنه فقط 2 أس 1 1 يحذف ومين؟ والB. والB إذا هنا A برايم B. طيب لو بدي أجي أحله أنا فعليا على product of sum يساوي كم جروب هدول؟ 2 groups برضه 2 groups لأنه هذا ما له حل إلا مع اللي تحته فقط وهذا مع الآخر مع الطرف الآخر ما بصيرش تاخذ قطر غير تمام؟ إذا هون بهذا الشكل هذول التو سكويرز مين اللي ثابت فيهم؟ الـ A الـ B والـ C الـ B والـ C آه صح صح الـ 2 squares قيمة الـ B 0 والـ C 0 شو نكتب هون؟ B or C لأنه مش على product of sum قيمهم zeros ما فيش داعي تأخذ prime هون هذول الاثنين مين نأخذ؟ A prime A prime ومين؟ C وC لأنه الـ B قاعدة تتغير قيمة هذا السكوير قيمة البي كلترال بهذا الانبوت 0 وقيمة اللترال بي في هذا الانبوت 1 وبالتالي البي يحذف إذا A برايم أور إيش؟ C سواء عوضت هذا أو عوضت هون في الثمانية انبوت راح يعطيك نفس الأوتبوت هذول 2 simplified function equivalents الاثنين متكافئات تمام بحيث ان لو عوضت هون من 000 الى 111 راح يعطيك نفس الاوتبوت الموجود عندي في الكيمات واذا عوضت هون من 000 الى 111 راح يعطيك نفس الاوتبوت لكن هون اختصرناها على شكل sum of product هون اختصرناها على شكل product of sum طيب هذا المثال بحكي لي simplify the following circuit in product of sum 4 حدد لي نوع الاختصار بأي فورم بده إياه بده إياه يكون إيش product of sum using kmap لكن الصيغة المعطى هي sum of product وبالتالي أنا بستخلص من هالصيغة هاي output ones بضل الزيروز بعبي الزيروز وباخذ الجروب على أساس الزيروز لأنه المطلوب product of sum نوع الماب اللي راح نشتغل عليه هون اللي هو إيش اللي هو four variables map هاي الفور بارلز ماب زيرو 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 وان 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 زيرو 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 A, B, C, D وقد تكون W, X, Y, Z هذا الشائع دائما بالأسئلة طيب A prime, B prime, C prime ناقص فقط الD إذا هذا يمثل لي 2 squares only الA والB 0, 0 إذا أنا أتحدث عن الرو الأول صح؟ ضع
ضل السي زيرو كمان، وين التو سكويرز اللي فيهم؟ زيرو زيرو أول تو سكويرز. الثاني بي برايم سي دي برايم، السي 1 والدي برايم زيرو 1 زيرو. إذا بنتحدث عن الكولوم الأخير، وين بالكولوم الأخير؟ تو سكويرز في قيمة البي زيرو اللي هو الأول ومين؟ والأخير. هنا 1 1. الترم الثالث مش ناقصه ولا لترال، إذا نحن نتحدث عن سكوير واحد فقط اللي هو 0 1 1 0 0 1 1 0. إذا بنتحدث عن رقم 6 صح؟ تمام. وين 6 اللي هما آخر هون؟ 0 1 1 0. آخر تير عندي A B prime، قيمة ال A 1 وال B 0. إذا بنتحدث عن last row آخر صف، في عندي قيمة ال A 1 وال B 0. وين في 2 squares C إيش؟ 12 لو مين؟ والباقي إيش؟ 0 تمام؟ طيب هون راح نحكي عن ثري جروب. كم جروب؟ ثري. شو رايكم؟ ثري جروبس اونلي. ليش؟ الاربعة مع بعض بس بقدر اخذهم من اكثر من شكل صح؟ هذول التو سكويرز ما لهم حل الا مع هذول الاثنين، وبالتالي هذول راح ناخذهم هيك. تمام؟ وهدول هذا سكوير له حل غير مع هدول؟ ما له حل. اذا هدول هيك بضل هدول الاثنين مع مين اخذهم؟ مع حالهم. لا الاربعه كلهم صح اكثر عدد تحت. اذا بقدر اخذهم مع اثنين تحت اكبر عدد. شوف هون الطالب وين بغلط. انتبه، الطالب لو بدا بهذا الجروب زاد جروب عن فاضي. لو بدأنا بهذا الشكل، خليني أرسم لكم إياه على جنب. بشكل سريع، كيف ممكن الطالب يغلط؟ آسف، إحنا بنحكي عن زيروز. نحكي عن زيروز. صح هيك؟ وانا في عندي زيرو وانا عندي زيرو وانا عندي زيرو. ممكن الطالب يبدا بهذا الشكل. تمام؟ بعدين شو يعمل؟ ياخذ هذا مع هذا. صح؟ بعدين يرجع ياخذ هذا مع هذا. بضل واحد بقول باخذه مع الثلاث. كم جروب صار عنده؟ أربعة جروب، زاد تيرم على الفاضي. دليل على ذلك إنه في عندي تو سكويرز موجودات في هذا الجروب وموجود في هذا الجروب. في شيء غلط. أو هذا السكوير موجود هون وموجود مع هذا الجروب. هذول الغلط، آسف هذول مش غلط، هذول الغلط. التو سكويرز هذول غلط، ليش؟ لأنه هذا الجروب وهذا الجروب ما في شيء جديد فيهم. مش زي هذا. فاحيانا هون بتيجي الخطا في الكيمر، انك انت تبدا باخذ جروب غلط، وبالتالي قبل هيك تطلع عليها صح قبل ما تبدا بتاخذ بالجروب، وبالتالي هذا الحل احنا بدناش اياه. دكتور نعم، لو اخذنا الاثنين لحالهم هيك برضه بصير حل غلط. لانه الحل بحكي اذا انا بقدر اخذ اربع سكويرز غلط اخذ اثنين، واذا بقدر اخذ ثمانيه غلط اخذ ايش؟ اربعه. اوكي، لانه الهدف الرئيسي من الكي ماب انه بعطيني دائما السمبليفايد فانكشن. لو اخذنا اثنين ما راح يعطيني السمبليفايد فانكشن. اوكي طيب خلينا نطلع الجروبز. اذا هذا حكينا الحل غلط بدناش اياه. اف يساوي، ابدا دائما بالافقي او العمودي كامل اسهل شيء. لما نيجي نحكي هذول 4 سكويرز بعمود واحد مباشرة بدون تفكير
4 سكويرز يعني 2 اس 2 يعني 2 محذوفات وكم ضايل؟ 2 ضايل 2. مين هم الاثنين؟ على طول سي دي. من هم الثابتات؟ مبين من غير ما افكر في الموضوع لانهم كلهم بعمود واحد. اذا سي دي 4. ليش سي دي؟ لانه 1 1 كلهم بتغير. هيك احنا بحكي صح ولا غلط؟ انتم ماشيين معي بتقولوا لي اه. لا مش مضبوط كلامي. عندنا بدنا ايش؟ برودكت اوف سم. هذا الحل مش مضبوط. ركزوا معي. انا قاعد باخذ زيرو. وبالتالي وانا الترم الاول الصح سي برايم اور دي برايم. انا متعمد اعمل الاثنين. كثير الطالب بيطلع من الامتحان بيحكي انا حالل صح 100%. بكتشف انه ماخذ علامة سيئة بهذا السؤال لأنه هو فعلياً اعتبر أخذ الزيروز وتعامل معها على أساس إنها وانز. طيب الثاني هذا الجروب الثاني اللي هو الأفقي. A B prime. A prime or B prime. B prime. A prime or B prime. الترم الثالث في هذول الأربعة مين اللي ثابت فيهم؟ هذول التو سكويرز البي ثابتة. إذا بي برايم وهذول التو سكويرز السي لكن زيرو. إذا هون بنحكي بي برايم أور سي. تمام. وبالتالي عندي طلعنا 3 جروبس ب 3 تير وكل تير بيحتوي فقط على 2 لترز. في المحاضرة القادمة إن شاء الله في شيء اسمه الكومبلمنت. راح ناخذ مثال عليه إنه simplify the complement of the following function بحيث يعطيك الفانكشن اذا بدك تاخذ تعبي العكس. وفي شيء اسمه البرايم امبليكانس والاسينشال امبليكانس بحيث احيانا ويا حالات خاصه انه بكون في عندي سكويرز تاخذ باكثر من جروب يعني له حلين. لكن هذا الشرط او هذا الحل له شرط انه يضل نفس عدد التيرمز ونفس عدد ايش الليترالز. الاسينشال اللي ما بيصير عليه تغيير في الحلين. والبرايم هي التيرمز اللي ممكن تتغير من حل الى اخر على نفس السؤال. وفي عندنا ايش اسمه الدونت كير. اتوقع بنحتاج محاضرتين في هذا الكلام. يعطيكم العافيه.